السلام عليكم. النهارده ده الجزء الثالث من المحاضرة. المفروض ان هم تو سيبرت يعني سابجكتس، علشان كده انا فصلتهم في محاضرتين. معلش هي طويلة شوية، لكن هي المفروض تبقى محاضرة سيبرت اسمها النون بروتين نيتروجينس كومباوندز. هي برضو موجودة في البلازما. لو تفتكروا زي ما قلنا ان البلازما كانت 91% ووتر، 9% كانوا سوليدز، 2% منهم او 1% منهم كان ان اورجانيك، الباقي كان اورجانيك. من الاورجانيك كان الاباندنت بورشن بتاعها كان البلازما بروتينز اللي اخدناها بالتفصيل. عرفنا السايت اوف سينسز، عرفنا الفانكشن بتاع كل واحد، عرفنا كمان النورمال كونسنتريشن بتاعه والنورمال بيرسنتج بتاعه من البلازما بروتينز، وايه الديزيز اللي بيحصل لو قل او زاد. كمان اتعرفنا على النورمال باترن بتاع الالكتروفوريسيس والابنورمال. انا بس كنت في المحاضره قلت لكم ان نقول بلازما بروتين سنسيتايزد ان ذا ليفر اكسبت بيتا جلوبولين سامتايمز، بتبقى في الماكروفاجز زي ما شرحنا بالتفصيل. كمان الجاما جلوبولينز عايزه اكد عليها ان هي نوت سنسيتايزد اونلي ان ذا ليفر، يعني هي برضو سنسيتايزد ان ذا ليفر لكن بلس الليفر في البلازما سيلز والريتيكولو اندوثيليال سيلز. تعالوا بقى نكمل النون نيتروجينس النون بروتين نيتروجينس كومباوندز اللي موجوده في البلازما. من اسمها كده هي نيتروجين كونتيننج لكن نوت بروتين، نون بروتين نيتروجينس، يعني هي لا بروتين ولا بولي بيبتايدز لكن كونتين نيتروجين. هي ازاي ممكن نعمل لها تيستينج في البلازما؟ ان هو بنعمل حاجة اسمها البروتين فري فلتريت، يعني انا بجيب البلازما واعمل بروتين فري فلتريت، بشيل منها البلازما بروتينز، فيتبقى لي النون بروتين نيتروجينس كومباوندز. باخدها بقى وبشتغل عليها، لان طبعا برضو زيادتها او انها تو ديكريز تساعدني في الدايجنوزيس اوف سيرتن ديزيز. موست اوف ذيم ار ويست برودكتس، ويست برودكتس من البروتين ميتابوليزم، من الكرياتين فوسفيت اللي موجود في المصل. هم انواع كتير، وهم قلنا نون بروتين ممكن يوصلوا ل 15 تايب، لكن الموست امبورتنت 4 تايبس هم ايه؟ كرياتينين and يوريا، أو بنسميها البلد يوريا نيتروجين واليوريك أسيد and أمونيا. هما دول أهم four components للنون بروتين نيتروجينس كومباوند. Generally they increase in renal failure. ليه؟ لأن زي ما قلت لكم هم عبارة عن waste products، فهم بيحصل لهم excretion mainly في اليورين، علشان كده في الرينال فيلير بيزيد دوس كومباوندز، بتزيد في البلازما طبعا ليفل. فهي very important as renal function test. انتوا برضو مش عارفة اخدتوا السكشن ده ولا لسه هتاخدوه، في عندكو سكشن بالتفصيل renal function test، و الكومباوندز بتاعت المحاضرة دي هتجيلكوا كتير قوي في السكشن ده، وهتعرفوا ان هي very important، يعني diagnosis of renal failure, indications of renal dialysis، بتعتمد على two or more of those compounds. يبقى هي بنستخدمها for evaluation of renal function.
وقلنا most of them derived from protein nucleic acid catabolism، هم عبارة عن waste products. طيب أهم components إيه؟ تعالوا نشوفهم. هي أول واحد اليوريا. اليوريا ال proportion بتاعها أو ال percentage بتاعها من ال MBN هي 45، يبقى ده ال major. كمان ممكن amino acids، اليوريك أسيد 20، كرياتينين 5، والكرياتين، وهنشوف ايه الفرق بين الكرياتينين والكرياتين. انا مش عندي معلومة انكم اخدتوه بالتفصيل، بس بتهيالي اكيد اتذكر فيه الماسكولر اكسرسايز والانرجي اوف ماسكولر اكسرسايز. والأمونيا 0.2، ده الـ percentage of those compounds من الـ total NBN. يبقى الـ major بتاعهم هي اليوريا، أو زي ما اتفقت معاكم هنسميها الـ blood urea nitrogen، وهعرفكم الفرق بينهم حالا. هي الـ highest concentration of NBN in the plasma about 50%. طيب اليوريا دي هي عبارة عن الـ executory product of the protein catabolism which produce ammonia. Ammonia is very toxic. ليه very toxic؟ لأن الأمونيا lipid soluble، فتقدر تعدي البلازما ممبرين especially البرين وتعمل encephalopathy. علشان كده هي very important ان احنا نعمل detoxification of الامونيا by اليوريا، بتبقى converted بحاجة اسمها اليوريا cycle اللي بتتم فين في الليفر. يبقى الليفر convert الامونيا with الكربون دايوكسيد into urea اللي هي less toxic. بعد كده اليوريا بيحصل لها excretion filtration by الجلوميرولاي and part of it is reabsorbed about 40%. Part of it will be excreted. About أقل من 10% of the urea بتبقى excreted في السويت من ال من السويت جلاند، وممكن من ال GIT. تمام. ايه بقى البون ده؟ النورمال ليفل بتاع اليوريا الاول هي من 20 to 40 ميلي جرام بر ديسيليتر، ده مهم انكم تعرفوه وتحفظوه. في اليورينا هي نفس الرقم 20 to 40 لكن جرام بر داي. البون رينجز فروم، البون اللي هو البلاد يوريا نيتروجين رينجز فروم 6 to 20 ملي جرام بر ديسيليتر، يعني تقريبا نص الليفل اوف السيروم يوريا ليفل. والبان ده افكتد باي زي ما قلنا رينال فانكشن، الدايتري بروتين، كل طبعا ما ناخد بروتين كتير كل ما تزيد الامونيا وتزيد اليوريا فورميشن، كمان البروتين كاتابوليزم اللي بيعمل لنا اليوريا. طيب ايه الديزيزز اللي بقدر اعمل لها دايجنوزس اول ما الاقي الباندا او السيرم يوريا ليفل زاد؟ يعني ايه الاول elevated concentration of اليوريا in blood؟ دي حاجة اسمها ازوتيميا، يعني very high level of urea in blood. ده بيحصل طبعا في الرينال فيلير زي ما قلنا، وهي one of the very important renal function test. احنا بنقول ان البيشنت is uremic او uremic syndrome. اسباب الازوتيميا دي هي اما pre-renal يعني قبل ما نوصل للكيدني، او renal causes في الكيدني خلت اليوريا بقت زيادة، او post-renal. أول حاجة الـ pre-renal azotemia دي بتحصل لما يقل الـ renal blood flow أصلاً للكدني، فيوصل أقل
يوريا للكيدني، فتبقى يقل كمية اليوريا filtered by the glomeruli، فبتزيد اليوريا in the blood. ده في حالات ال congestive heart disease, shock, hemorrhage and dehydration، أو high protein intake or increase the catabolism زي ال fever, major illness or stress اللي هي ال wasting disease، بتزود الكاتابوليزم of البروتين فتزود الأمونيا وتزود اليوريا. ده كله قبل ما نوصل للرينال. تمام. طيب الرينال أزوتيميا ده بيحصل due to decrease the kidney function لما يبقى في acute or chronic renal failure او glomerular nephritis او tubular necrosis. فبيحصل في tubular necrosis بيحصل decrease the oxygen to the kidney and ischemia of the kidney. ممكن كمان ال intrinsic renal disease اي disease في ال renal arteries يعمل لنا increase في ال blood urea و renal azotemia. Post renal azotemia due to obstruction of the urine flow لما يبقى في renal calculi stones أو tumor في ال bladder أو ال prostate or severe infection urinary tract infection طبعا يبقى يعمل also increase في ال urea level. طيب إمتى بتقل decrease the urea nitrogen لما يقل البروتين intake لما يكون في liver disease فيقل ال senses of urea من اليوريا cycle لما نزود البروتين senses لما يكون في severe vomiting and diarrhea فبيبقى في severe loss في برضو البروتين فتقل اليوريا formation. This is read only علشان أفهمكم بس الفرق بين اليوريا والفرق بين البن. تمام. اليوريا الاسي of urea depend on the amount of nitrogen in the sample. كل molecule of urea يعني ان اليوريا mainly اللي بيفرق فيها النيتروجين كونسنتريشن rather than اليوريا كونسنتريشن علشان كده البن هو مور امبورتنت ذان اليوريا. ليه تاني؟ لان انا لما باجي اقيس اليوريا انا بقيس النيتروجين كونتنت اوف ذا سامبل نوت ذا هول موليكول اوف ذا يوريا. طيب اليوريا نيتروجين كونسنتريشن علشان احوله للبن بعمل فيه ايه؟ بعمله مالتيبليكيشن ويز تو باي 2.14 على اساس ايه بقى؟ ان الاتوميك ماس اوف النيتروجين تبقى 14 جرام بير مول لكن المولكيولر ماس اوف يوريا از 16 جرام بير مول. اليوريا هاف تو اتومز اوف نيتروجين بير مولكيولز. يبقى البن بجيبه ازاي؟ ان انا بعمل ديفيجن اوف 28 اللي هما التو نيتروجين اتومز باي 60 اللي هو المولكيولر ماس اوف يوريا. تمام. فيطلع لي ال 46.6% by the weight of urea يبقى هو البن. تمام. علشان اجيب البن يبقى انا بعمل conversion ازاي؟ multiplication with 2.14. بصوا ده read only علشان كده دايما البن بيبقى half the urea. ده read only ومش شرط تعرفوا العملية الحسابية بتاعة البن بحوله ليه، لكن هو most important ان انا بعتمد في قياس اليوريا على النيتروجين كونتنت اللي هما 2 atoms في 1 molecule urea
علشان كده، علشان اجيب النيتروجين بس باخد اليوريا بقسمها تقريبا على 2 تقريبا، يعني كده ده this is roughly يعني. اوكي تاني كومباوند من النون بروتين نيتروجينس كومباوندز هو الكرياتينين. احنا اتفقنا هو نون بروتين لكن كونتين نيتروجين. الكرياتينين ده بقى جاي منين؟ الكرياتينين ده جاي من حاجة اسمها الكرياتين. الكرياتين ده بيتصنع في الليفر من 3 امينو اسيدز، ارجينين، جلايسين اند ميثايونين، وبعد كده بيتنقل لل other tissue والmuscles. تمام، في المسلز بيعمل ايه؟ وظيفته الأساسية في المسل for high energy storage in the muscle tissue. ليه؟ لأن هو بيتحول into كرياتين فوسفيت by enzyme اسمه كرياتين كاينيز. الكرياتين كاينيز ده compound فيه high energy، فلما المسل تحتاج high energy source يرجع تاني الكرياتين فوسفيت، يرجع للكرياتين والhigh energy source بيروح في الفورميشن اوف البايروفيت، بعد كده اللي بيعمل لنا الجلايكوليسيس عشان المسل تاخد الانرجي. تمام، الكرياتينين بقى هو ويست برودكت اوف الاثنين، اوف الكرياتين ان كرياتين فوسفيت. الكرياتين فوسفيت لو نقصت منه فوسفوريك اسيد بيبقى بيتحول الكرياتينين، يبقى المصل لما تحتاج انرجي وتاخدها من الكرياتين فوسفيت بيتحول لكرياتينين. والكرياتين نفسه لوحده لو نقصت منه ووتر برضو بيبقى كرياتينين. This process بتحصل spontaneously، ان هو بيحصل loss of الفوسفوريك اسيد من الكرياتين فوسفيت or loss of الووتر from الكرياتين to produce كرياتينين، عشان يبقى هو الويست برودكت اللي بيتنقل بعد كده to be excreted into plasma and excreted by the kidney لأنه هو waste product. تعالوا كده نشوف الرسمة. هنا الكرياتينين، بصوا كده الأول بالكرياتين كاينيز اهو، الكرياتين مع الـ ATP لما يبقى فيه energy كتيرة في الجسم بتاعنا يتحول لكرياتين فوسفيت و ADP. تمام، الكرياتين بيتحول spontaneously لكرياتينين بأن هو spontaneously بيحصل له dehydration. أوكي، بيفقد molecule of water. كمان الكرياتين فوسفيت spontaneously بيتحول لكرياتينين لما يروح منه الفوسفوريك أسيد زي الرسمة اهو. هنا تاني في الرسمة التانية الكرياتين اتحول لكرياتين فوسفيت بإنزيم اسمه كرياتين كاينيز، وده بياخد الانرجي من الـ ATP يعمل لنا الكرياتين فوسفيت ده مولكيول فيه هاي انرجي. المصل بعد كده بتستخدمه علشان تعمل البايروفيت اللي بيدخل بقى في الجلايكوليسس علشان يدينا الانرجي. لو الكرياتين فوسفيت الفوسفوريك اسيد طلع منه يدينا كرياتينين، لو الكرياتين فقد مولكيول اوف ووتر يدينا كرياتينين اللي هو في الاخر ويست برودكت اوف نون بروتين نيتروجينس كومباوند، يروح للبلازما جلوميرولار فلتريشن ويطلع في اليورين. طيب هنا الرسمة دي بتعمل summation of formation of الكرياتين لحد ما يوصل للكيدني as كرياتينين. بصوا كده في الكيدني، مش مهم تعرفوا أسامي الانزيمز هنا. في الكيدني بيجي الأرجينين والأرنيسين والجلايسين يعملوا جوانيدو أسيتات. الجوانيدو أسيتات يروح للليفر بترانس ميثايليشن مع السام، ياخدوا ميثايل جروب، السام يبقى اس أدينوزايل هوموسيستين، ويتحول الجوانيدو أسيتات لكرياتين. كرياتين يتنقل للمصل
where it's forming a creatine phosphate as a storage of energy بالكرياتين كينيز. بعد كده automatic أو spontaneously بيتحول لكرياتينين لما بيفقد molecule of water، والكرياتينين يطلع من المصل to be excreted in urine and filtered completely by glomeruli. تمام؟ طيب هنا بالنسبة للكرياتين ازاي بيبقى high energy compound؟ ان هو بالكرياتين فوسفيت، شايفين بالكرياتين كاينيز بيتحول لكرياتين فوسفيت في وجود ال ATP اللي بيدينا ADP. ال ADP ده بعد كده بيدخل في الجلايكوليسيس، تمام، علشان ياخد تاني الانرجي وهكذا. بس هو ده السايكل او الباثواي بتاع الكاتابوليزم of creatine and creatine phosphate to form creatinine. طيب ايه السيجنيفيكانس اوف الكرياتينين؟ تعالوا نشوف الاول النورمال ليفل بتاعه. في الميلز بيبقى from 0.6 to 1.2 ميلي جرام بر ديسيليتر، في الفيميل اقل شوية 0.5 to 1.1 ميلي جرام بر ديسيليتر. بلازما كرياتينين concentration depends mainly on the muscle mass. احنا قلنا هو ال energy storage في الماس، يعني rate of كرياتينين turnover ده بيبقى اندكس للموسل ماس. كمان بيدبند اون رينال فانكشن، علشان كده قلنا لو في رينال فيلير بيزيد الكرياتينين ليفل في البلازما. ساعات الدايت ان هاي بروتين بيأثر على الكرياتينين كونسنتريشن في البلازما، لكن مش بصورة بتخليه يختلف قوي، يعني هو مش بيتأثر قوي بالدايت، غير بقى لو احنا بناكل بروتين كتير جدا بعد كده في الاخر بيتأثر. لو طبعا البيشنت الانسان ده هيلثي ما عندوش ديزيز، لكن طبعا لو عنده رينال فيلر لا طبعا بيزيد جدا وانس اكل بروتين. يبقى الاماونت اوف كرياتينين ان بلاد از فيرلي كونستنت، ما بتتاثرش قوي بالدايت. يبقى هو مينلي بيدينا اندكس على حاجتين، المسل ماس والترن اوفر اوف الكرياتينين في المسل دي، وبيدينا كمان اندكس على الانتنستي او الانتجريتي اوف الكيدني فانكشن، مينلي جلوميرولار فلتريشن. اشمعنى بقى الجلوميرولار فلتريشن؟ لان هو فلترد كومبليتلي باي ذا جلوميرولاي and not secreted and not reabsorbed by renal tubules. يبقى هو مفيش اي علاقه بالرينال تيوبولز بالكرياتينين، عشان كده هو اندكس ميلي فور الجلوميرولار فلتريشن ريت، فلتريشن باي جلوميرولاي. اتس اكزكريتد كومبليتلي ان ذا يورين، نوت سكريتد اور ري ابزوربد باي رينال تيوبولز، and it's fairly stable زي ما قلنا، ما بيتأثرش بالدايت، علشان كده هو very good index to evaluate the renal function mainly function of the glomerular filtration. ما تنسوش البوينت دي. يبقى تاني بلازما كرياتينين هو very good index to test or evaluate the renal function and especially the function of the glomerular filtration. ليه؟ لأن هو unaffected by the diet، إن هو completely filtered by glomeruli. It's nearly fairly stable per the day and not secreted, not reabsorbed by renal tubules. يبقى its function mainly بيدينا index على muscle mass، على rate of creatine turnover in the mass، وعلى renal function. عشان كده هو مهم جدا. طيب best than urea والبن؟ yes best than urea والبن، لان هما ممكن يبقوا affected by the protein diet، ممكن يبقوا affected by other diseases other than the kidney، علشان كده هما مش specific وبالذات للجلوميرولاي.
طيب elevated creatinine is found with abnormal renal function. لما يقل الجلوميرولار filtration rate يقل الفلتريشن of الكرياتينين by the kidney ويزيد البلازما ليفل of الكرياتينين. يبقى عشان كده تاني measurement of الكرياتينين concentration used to determine sufficiency of the kidney function, especially glomeruli, the severity of the kidney damage, and to monitor the progression of kidney disease. كمان البروجريشن بيدينا فكرة عنه، كل ما يزيد كرياتينين ليفل كل طبعا ما الكيدني فانكشن تقل، وهو كمان اللي بيحدد امتى بي بنعمل رينال دياليسيس للبيشنت، امتى بيبقى في اكيوت رينال فيليور، امتى بيبقى ذس بيشنت دايجنوز از كرونيك رينال فيليور. طيب في حاجة اسمها الكرياتينين كليرنس. الكرياتينين كليرنس هتاخدوها بالتفصيل او اخدتوها مش عارفة في السكشن اللي هو رينال فانكشن تيست. ايه الديفينيشن بتاعها؟ It's the volume of serum completely cleared of كرياتينين per unit time. طيب ايه اهميتها؟ ان هي estimate the glomerular filtration rate، لان الglomerular filtration rate هي ال amount of plasma completely cleared by the kidney per unit time. يبقى الكرياتينين clearance estimate the GFR، يعني هو equal ال GFR تمام، أو very index أو give an index or clue for GFR. الكرياتينين ليه chosen تاني؟ لأنه هو freely filtered by the glomeruli, not reabsorbed or secreted by the tubules. But in spite ممكن يبقى 5% منه secreted finally by tubular secretion. التست ده علشان يبقى best done بناخد ال urine وال blood sample يعني during the whole day، يعني مش في time معين في ال day تمام، وبنعمل collection of the whole urine بير 24 hours علشان نعرف نحدد الكرياتينين clearance. انتوا برضو هتاخدوا ان شاء الله الفورملا دي بالتفصيل في السكشن، وهيبقى عليها كمان problems. يبقى الكرياتينين كليرنس بيتقاس بالملي لتر بير مينيت، لان هو الفوليوم اوف كريات ذا سيروم كليرد فروم كرياتينين بير تايم يونت. ايه المعادله بتاعته؟ اللي هو اليو، اليو ده اللي هو اليورينري كرياتينين، في الفي اللي هي فوليوم اوف ذا يورين بير 24 اور بنحولها لملي لتر بير مينيت زي برضو ما هتاخده في السكشن، وبعد كده على بي اللي هي البلازما كرياتينين بلازما، يبقى اليو هو اليورينري كرياتينين كونسنتريشن، البي بلازما كرياتينين كونسنتريشن، بنعمل مالتيبليكيشن في 1.73 على الاس. الاس دي السيرفيس اريا اوف ذا بيشنت، وير الستاندرد بيرسون بيبقى ايه 70 كيلو جرام. النورمال رينج بتاع الكرياتين كليرنس من 70 to 135 ملي لتر بير مينيت بير بودي سيرفيس اريا اللي هي الاس، وقلنا ان هو بيقل لما تقل الكيدني فانكشن ويقل الجي اف ار. طيب تالت كومبوننت اوف النون بروتين نيتروجينس كومباوندز هو اليوريك اسيد. اليوريك اسيد ده هو الفاينل بريك داون برودكت اوف بيورين ميتابوليزم، والبيورين ميتابوليزم اللي هو الادينوزين والجوانوزين اللي بيحصل ان ذا ليفر. Most mammals degrade the uric acid لحاجة اسمها الالانتاين بإنزيم اسمه اليوريكيز، والكت اللي بنشتغل عليها في المعمل بتعمل نفس الرياكشن. يوريك أسيد بعد ما يتعمل في الليفر بي ترانسبورتد تو ذا كيدني اند فلترد.
renal excretion بيمثل 70% of the uric acid percentage of the plasma و 30% بيبقى bile GIT. causes of hyperuricemia امتى اليوريك اسيد بيزيد في البلازما؟ ايه الكوزس؟ يا اما due to increase الكاتابوليزم، الكاتابوليزم دي بتزود طبعا الترن اوفر والكاتابوليزم اوف البيورين نيوكليوتايدز فتزود البرودكشن اوف اليوريك اسيد تعمل لنا هايبر يوريسيميا. دي موجودة في حالات البيشنت on chemotherapy or malignant diseases like leukemia and multiple myeloma. التريتمنت بتاعتها بتبقى بدروج اسمه الالوبيورينول which inhibit الزنزين اوكسيديز. الزنزين اوكسيديز ده هو الانزيم اللي بيعمل synthesis of اليوريك acid. فلما بنعمل inhibition of this enzyme بيقل ال senses of uric acid وتقل ال hyperuricemia. تاني cause of ال hyperuricemia is chronic renal disease لأن في defect infiltration and excretion of uric acid by the kidney فتزيد ال hyperuricemia. high intake of البيورين rich food في الدايت بتاعنا. stress or excessive exercise لأن بيعمل برضو catabolism of البروتينز والنيوكليوتيدز. toxemia of pregnancy. كمان patient with hemolytic or megaloblastic anemia ممكن يبقى معاهم hyperuricemia. طيب الهايبويوريسيميا اللي هو decrease level of uric acid ممكن يكون due to severe liver disease لأن زي ما قلنا الكاتابوليزم of البيورين نيوكليوتايد بتحصل في الليفر. تاني حاجة ممكن يكون في defect in renal tubular reabsorption اللي بيرجع لنا جزء من اليوريك أسيد في الكيدني فده بيحصل له loss in the urine زي فانكوني سيندروم في ال proximal tubular function of the kidney. تالت حاجة chemotherapy with drug اسمه الأداثيوبرين or 6-mercaptopurin ده inhibit البيورين senses أصلا. فلما تقل البيورين senses هيقل its catabolism وهيقل formation of uric acid. Overtreatment of الالوبيورينول اللي قلنا ان هو treating patient on chemotherapy اللي بيبقى عندهم hyperuricemia فده يعمل hypouricemia لو احنا عملنا overtreatment. طيب all patient مش all patient most of patient with hyperuricemia عندنا بيتشخصوا بالجوت لما ييجوا ال small joints بتاعة الفود بتاعتهم بيبقى فيها chronic inflammatory arthritis severe inflammation ويحصل فيها redness and swelling وما يقدروش يقفوا على رجليهم. This is called gout. يبقى يعني ايه gout؟ is chronic inflammatory arthritis بيحصل لي due to deposition of uric acid crystals in small units especially small units small joints excuse me sorry small joints زي الصورة هنا شايفين هنا دي ال البيج تو اهو هنا حصل فيه شايفين هنا ده البيج تو شايفين دي اسمها التوفاي اليوريك اسيد توفاي اور كريستالز بيحصل لها دي بوزيشن في السمول جوينتس بتاعه الفوت سبيشالي البيج تو علشان يبقى swollen inflamed severe inflammation ما يقدروش يقفوا على رجليهم او يلبسوا الشوز بتاعتهم. This is associated usually with increase uric acid in the plasma with uric acid crystals in the joint بتبان بالاكس راي زي الاكس راي اللي موجودة قدامنا. Usually in older males more than 30 years old with alcohol consumption and also بيبقى معاها kidney stones لان بيبقى فيه urate crystals في اليورين وبتعمل kidney stones.
آخر كومباوند اوف النون نيتروجينس كومباوندز هو الأمونيا. الأمونيا جبنا سيرتها في اليوريا، قلنا ان هي بتيجي from deamination of amino acids or released from the muscles during exercise or في ال digestive or bacterial enzymes في ال intestine ممكن يبقى فيه ammonia producing bacteria. كل ده mainly طبعا ال deamination of ال amino acids. الأمونيا دي very very toxic، وقلنا علشان هي very toxic وكان cross ال blood brain barrier وتعمل encephalopathy، بتتحول في الليفر باليوريا cycle into urea علشان تبقى less toxic وبعد كده to be transported into البلازما و removed by الجلوميرولاي والكيدني في اليورين. طيب لو حصل ان حصل في defect في this excretion والأمونيا زادت، ده بيعمل حاجة اسمها هايبر أمونيميا. هايبر أمونيميا ودي very dangerous conditions اللي بقول لكم بتنتهي بعد كده بالانكيفالوباثي، يعني بيحصل في كوما للبيشنت. ممكن تبقى الهايبر أمونيميا ممكن تبقى primary due to inherited deficiency in الانزيمز اوف اليوريا سايكل، فده هي انهبت الكونفرجن اوف الامونيا انتو يوريا فتزيد الامونيا، دي البرايمري. الليفل بتاعها نورمال ليفل، ده ريد اونلي ما نحفظهوش، لكن طبعا اليوريا والكرياتينين واليوريك اسيد فيري امبورتنت ان احنا نكون حافظين النورمال ليفل. النورمال ليفل اوف اليوريك اسيد معلش انا نسيت اقوله، في المن فروم 3 تو 7 ملي جرام بير ديسي لتر، في الوومن 2.4 تو 6، وفي التشيلدرن 2 تو 5.5 ملي جرام بير ديسي لتر. مهم ان احنا نعرفهم، لكن الامونيا اول جاست ريد. طيب السكندري هايبر امونيميا، secondary يعني مش primary، مش defect في الانزيمز بتاعت اليوريا سايكل. اول حاجة inborn errors في الميتابوليزم due to defect in enzymes other than urea cycle فتعمل لنا hyperammonemia. ممكن تاني حاجة severe liver disease، فالليفر ما يقدرش اصلا يعمل اليوريا سايكل properly فما ما يحصلش production of اليوريا وتزيد الامونيا. تمام، this is the most common اللي هو severe liver disease، the most common of hyperammonemia. It's very toxic especially to the brain، تعمل encephalopathy. تالت حاجة في حاجة اسمها الرايز سيندروم، وده very common in children، بيبقى فيه برضو increase الأمونيا level. drug induced many drugs can increase الأمونيا in the blood. كمان increase الأمونيا production by starvation or GIT hemorrhage portosystemic shunts اللي بتحصل في الليفر patient، ممكن نعالجهم portosystemic shunts فتعمل لهم encephalopathy or urease producing bacteria like الكليبسيلا، وأكيد دي مرت عليكم في الميكروبيولوجي. This is the end of our lecture. أنا مستنية أسئلتكم، أي سؤال على الميل أو أي سؤال مع مقررين الدفعة، وأتمنى تكونوا فهمتوا المحاضرة. مرسي أوي.